ازدهر علم الرياضيات في الحضارة الإسلامية ازدهار كبير، نظرا لدوره الأساسي في خدمة كافة العلوم وخاصة العلوم التجريبية التي لا غنى لها عن علم الرياضيات. ولاقى علم الرياضيات حظ وافر من التقدم في الحضارات القديمة كالحضارة المصرية والبابلية واليونانية، حتى جت الحضارة الإسلامية فصححت وأضافت وابتكرت لتسير بالعلوم الرياضية مسافات واسعة من التقدم والازدهار. أهلا وسهلا بكم أصدقاء قناة التاريخ الجامعة، معاكم محمد محمود. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن علم الرياضيات، إزاي ازدهر وتطور في الحضارة الإسلامية، وهنلاقي إن من أهم العلوم الرياضية اللي عرفها المسلمين من الحضارات السابقة وقاموا بتطويرها وإضافة الكثير ليها هو الحساب، حيث استخدم المسلمون حساب الجمل، وبعد كده خدوا عن الهنود نظام الترقيم ووجدوه أسهل من نظام حساب الجمل، فانتشر استخدامه في العالم الإسلامي تحت مسمى راشيقات الهند. وكانت راشيقات الهند عبارة عن الأرقام من 1 إلى 9، وأضاف ليها المسلمون الرقم 0. ومن الحضارة الإسلامية انتقل نظام الأرقام الجديد المعروف اليوم إلى الغرب الأوروبي ليحل محل الأرقام الرومانية. أما عن إنجازات المسلمين في علم الرياضيات فكانت عديدة، وكان أعظم ما قدموه في هذا المجال هو الرقم 0، حيث أشار اليعقوبي إليه باعتباره أهم المبادئ اللي توصل إليها العقل البشري في علم الرياضيات، كما أشار العالم آير بأنه أعظم الإنجازات العلمية اللي قدمها المسلمون إلى أوروبا. واستخدم العرب قبل الإسلام الصفر بمعنى لا شيء، من غير ما يكون ليه أي رقم حسابي، حتى جه الإسلام واستخدمه المسلمون كرقم حسابي ورسموه في شكل حلقة. ولك أن تتخيل علم الرياضيات بدون الصفر، فلولا الصفر لتعذر على علماء الرياضيات حل العديد من المعادلات الرياضية الصعبة. ومن أهم إنجازات علماء المسلمين في علم الرياضيات أيضا ابتكار الكسر العشري، واللي يرجع الفضل في ابتكاره إلى غياث الدين الكاشي، كما أنهم قسموا الأعداد إلى فردية وزوجية، بالإضافة إلى توصلهم لتحديد النسبة بين محيط الدائرة وقطرها. وما اكتفاش علماء المسلمين بكده، بل أنشأوا لعلم الرياضيات فروع، واللي كان من أهمها علم الجبر. فكان أول من ألف في علم الجبر هو محمد بن موسى الخوارزمي، واللي يعتبر كتابه الجبر والمقابلة مصدر أساسي في نشأة هذا العلم، كما يعتبر أبو بكر محمد بن حسن القرخي وعمر بن إبراهيم الخيام من أشهر علماء المسلمين اللي ألفوا في الجبر. وامتدت إنجازات المسلمين لتصل إلى علم الهندسة، فقاموا بترجمة كتابات إقليدس وصححوا فيها وابتكروا وأضافوا، حتى ازدهر هذا العلم في الحضارة الإسلامية ازدهار لم يشهد له مثيل من قبل، لدرجة جعلت الأوروبيين ياخدوا أصول الهندسة من المؤلفات الإسلامية. ومن فروع علم الرياضيات أيضا علم حساب المثلثات، وهو علم عربي نجح علماء المسلمين في الفصل بينه وبين الفلك وجعلوه علم رياضي واضح، وأضافوا إليه ليصبح من أهم العلوم الرياضية، فاستخدموا الجيب بدلا من وتر ضعف القوس اللي استخدمه اليونانيين، كما إنهم أدخلوا إليه المماس. واهتم علماء المسلمين أيضا بعلم الميكانيكا وارتقوا به ارتقاء عظيم، فقسموه إلى قسمين، القسم الأول بيبحث في جر الأثقال الكبيرة بالقوة اليسيرة، أما القسم الثاني فبيتكلم عن آلات الحركة. ومن الجدير بالذكر هنا إن علماء المسلمين هم اللي طبقوا الرقاص على الساعة، والمقصود بالرقاص هنا اللي هو البندول. ونيجي لحد هنا ونتكلم عن أشهر علماء المسلمين في علم الرياضيات، وطبعا أهمهم وأشهرهم وأبرزهم على الإطلاق هو أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي، اللي ما أثرش في الحضارة الإسلامية فحسب، لأ بل امتد تأثيره القوي ليشمل الحضارة الأوروبية الحديثة من خلال مؤلفاته، وليصبح رمز للكثير من الأفكار الرياضية لدرجة أن اللوغاريتمات اشتقت اسمها منه. وأيضا من أشهر علماء المسلمين في علم الرياضيات أبو بكر القرخي وثابت بن قرة والطوسي والحسن بن الهيثم والبيروني والخازن البصري وأبو عبد الله البتاني وعمر بن إبراهيم الخيام وغيرهم. هسيب لكم مصادر الفيديو تحت في الوصف، لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من قناة التاريخ الجامع. أشوفكم على خير والسلام عليكم.